مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى 67 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، تتسلم تونس ممثلة في اللجنة الرباعية الراعية للحوار جائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية أوسلو. تأتي هذه الذكرى وهذه الجائزة أيضا في ظل تحديات كبيرة تواجهها تونس، تتمثل أهمها في الحرب على الإرهاب. لكن ما إن يأتي الحديث عن مواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن إلا ويرافقه الحديث عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية في معادلة صعبة عناصرها الحفاظ على الأمن ومناخ الحريات. نتابع هذا التقرير ثم نعود. ثمة خطر حقيقي عندما يجري تعليق الحياة الطبيعية وتقليص الحريات المدنية من أن حقوق الإنسان ستعاني أيضا. هكذا نبهت منظمة العفو الدولية أمنيستي إلى الانتهاكات التي يتعرض لها بعض الناشطين السياسيين والحقوقيين التونسيين نتيجة إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول بعد العملية الإرهابية الأخيرة التي طالت حافلة للأمن الرئاسي. منظمة مراسلون بلا حدود أشارت من جهتها أن 30 من الصحفيين الذين كانوا قد وصلوا إلى مكان التفجير تعرضوا للضرب والاعتداء اللفظي، وأتلفت معداتهم من قبل رجال الشرطة يرتدون ملابس مدنية، في إشارة أخرى إلى أن الحق في المعلومة في خطر. التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي تعد واحدة من قصص نجاح انتفاضات عام 11 بعد 2000 في العالم العربي. تبنت البلاد دستورا جديدا توافقيا بين أغلب التيارات الفكرية والسياسية، نص على ضمانات مهمة لحقوق الإنسان، ومنحت رباعية الحوار الوطني التونسية جائزة نوبل للسلام لهذا العام على عملها لإبعاد تونس من أزمة سياسية كبيرة عبر المفاوضات. بعد عملية إرهابية في متحف باردو في العاصمة وسوسة، اعتمد قانون جديد لمكافحة الإرهاب جرى تمريره على وجه السرعة. قالت منظمة العفو الدولية إنه يتضمن سلسلة من الفقرات الإشكالية، فهو يوسع صلاحية المراقبة من جانب قوات الأمن، ويمكن السلطات من تقييد حرية التعبير، ويسمح باحتجاج الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 15 يوما من دون استشارة محام أو الاتصال بذويهم، ويزيد أيضا من خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. محامون وحقوقيون أشاروا إلى أن ممارسة التعذيب عادت بقوة في مراكز الأمن، وجراءها توفي كثير من الموقوفين. بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تطالب المنظمات الحقوقية الحكومة التونسية بأن تقر بأن ليس هناك حق يتقدم على حق آخر، فمن واجب الدولة حماية الحق في الحياة والأمن للمواطنين، ولكن دون أن يجري التخلي عن حقوق الإنسان والحريات المدنية. التحدي القائم الآن أمام الحكومة التونسية وتجربة الانتقال الديمقراطي هو عدم العودة إلى نمط القمع وانتهاكات حقوق الإنسان الذي انتفض ضده التونسيون قبل نحو 5 سنوات في سيدي بوزيد وغيرها بحجة محاربة الإرهاب، وهي ذات الحجة التي سوقها نظام زين العابدين بن علي تبريرا لانتهاك الحريات والحكم الدكتاتوري. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأرحب بضيفي عبر الهاتف السيد علاء الطالبي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والسياسية. سيد طالبي مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. يعني سألتك أولا، يعني 7 عقود مرت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يصادف هذا اليوم أيضا تسلم تونس لجائزة نوبل للسلام، يعني كيف تقيم أنت يعني حالة حقوق الإنسان في تونس في هذه الذكرى؟ مرحبا وأهلا وسهلا. هو في الحقيقة هو شرف كبير لتونس أن تكون أحد الحائزين على جائزة نوبل للسلام، لكن كما قلت هذا الأمر لا يمكن أن تكون الشجرة التي تخفي الغابة، ومنها الإشكاليات المطروحة اليوم، حالة عدم بين الظفرين احترام حقوق الإنسان، أو على الأقل عدم احترام موارده في الدستور، لأنه كلنا سبقنا لدستور جديد بذات التونسية من الحقوق والحريات، ولكن الأمر في التطبيق صعب جدا، خاصة مع الحالة الراهنة الموجودة فيها البلاد، وهي حالة مقاومة أو الحرب ضد الإرهاب، والتي يمكن أن تنعكس سوءا وسلبا على حالة الحريات العامة وعلى حالة احترام حقوق الإنسان. وهذا حقيقة ما لاحظناه منذ خاصة الحادثة الأخيرة، حادثة العملية الإرهابية في شارع محمد الخامس والتي استهدفت عونا للأمن الرئاسي، وإعلان حالة الطوارئ، وإعلان أيضا حظر التجول ليلا، وهو حالة المداهمات الليلية التي تتم بصفة يومية تقريبا على المنازل
من أجل تتبع كل من له علاقة أو شبهة إرهابية. ولكن في ظل هذه المداهمات غير المحسوبة وغير المتوقعة، هناك عائلات مروعة فيهم ولا توجد لديها أي ابن له. السؤال: لماذا تتم هذه العمليات بصفة خطية ولماذا بصفة مدروسة؟ وهل أن لدى وزارة يعني بنك معلومات واضح أم فقط بهذه الإجراءات بصفة يعني فقط للتصدي بحركة يعني لا أقول بهلوانية وإنما بحركة سريعة للظهر؟ طيب السيد طالب، يعني قبل أن نخوض في تفاصيل حقوق الإنسان، يعني عندما ما المقصود به عندما يتم الحديث عن حقوق الإنسان؟ هل هي فقط يعني حقوق سياسية؟ الآن مكافحة الإرهاب الشغل الشاغل ربما للأجهزة الأمنية، فهل نتحدث عن حقوق سياسية فقط، عن أمن، عن حرية؟ ما المقصود يعني بحقوق الإنسان؟ أظن أن حقوق الإنسان هي يعني لا يمكن حصرها فقط في الجانب السياسي أو في جانب الحريات العامة أو في جانب حرية التظاهر أو حرية التعبير، وإنما تتجاوز ذلك بكثير إلى تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يمكن أن تشمل أيضا الحقوق الثقافية. يعني السؤال الذي يطرح في حالتنا التونسية أننا هناك قمنا بثورة من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل حقوق الاجتماعية للمواطنين والمواطنات في تونس، ولكننا إلى اليوم يعني هناك كل هذه المشاكل ما زالت موجودة. فالمسألة يجب أن تنظر في جانبها الأوسع، وهو أن لا يمكن أن تكون هناك مبادئ مواطنة ومشاركة فعلية في إدارة الشأن العام في تونس وتحقيق المسار الديمقراطي بدون رؤية شاملة لمسألة حقوق الإنسان. يعني حقوق الإنسان اليوم تتجاوز كما قلت بكثير مسألة حرية التعبير، حرية التظاهر، حرية التنظم، والتي كنا لدينا بها سابقا. اليوم يجب أن تكون هناك رؤية شاملة يجب أن تكون لها انعكاسات على الجانب التنموي، يجب أن تكون مساهمة في الحد من الفقر، في الحد من التفاوت بين الجهات، في الحد من التفاوت بين الطبقات والفئات، في الحق ضمان الحق الأدنى للنفاذ إلى التعليم والصحة والخدمات العامة لكل مواطنة ومواطنة تونسية. لأنه لا يجب أن يكون الحقوق الإنسان اليوم يجب أن لا تميز بين التونسيين في هذا الجانب الحيوي واليومي، في أي أيضا يجب أن تساهم في أجل تحسين ظروف أكثر أوفر وأوسع للفئات الشعبية أمام ارتفاع كلفة العيش وارتفاع التضخم. يعني طيب بعد سبعة عقود سيد طالبي يعني على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ألم تتوفر هذه الرؤية الشاملة في حالة الوضع التونسي؟ يعني حقيقة لم تتوفر، يعني حتى نكون صريحين لم تتوفر لا قبل الثورة، يعني قبل 14 جانفي 2011 ولا بعد الثورة، لأنه ما نعانيه اليوم يعني غياب كامل لاستراتيجية واضحة لتحقيق كل هذا ما كنت بصدد ذكره. يعني اليوم نحن كما قمنا قبل 14 جانفي 2011 في ثورة من أجل العدالة الاجتماعية، نرى أن اليوم الحكومات المتعاقبة التونسية سواء بعد الثورة سواء بعد الانتخابات الأولى أو بعد الانتخابات الثانية كلها تواصل في نفس السياسة الليبرالية المتوحشة التي تقمع حقوق أفراد والفئات المهمشة في تونس. ولليوم يعني لماذا نذهب بعيدا، مناقشة قانون المالية لسنة 2016 هو يعني يخدم فقط طرف مهيمن، طرف رأسمالي، طرف يعني يمكن أن يسيطر على السوق في تونس، ولا يمكن أن يعني يكون في صف الفئات المهمشة والفئات المسحوقة. وهو ما يطرح يعني هذا السؤال كبير جدا، هل أن الحكومة التونسية أو الحكومات المتعاقبة لها رؤية استراتيجية لمقاومة الفقر، لمقاومة الإرهاب؟ لأنه لا يمكن أن تقاوم الإرهاب بدون رؤية شاملة تضمن حقوق الإنسان، لكن تضمن أيضا حقوق المواطن في العيش الكريم. طيب جميل، ابقى معي سيد عادل الطالبي، وأرحب بضيفي أيضا عبر الهاتف السيد منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. سيد منذر، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. يعني في ظل غياب هذه الرؤية الشاملة التي تحدث عنها ضيفي، وفي ظل أيضا الحرب على الإرهاب، يتم الحديث عن التجاوزات التي تقوم بها ربما أجهزة بعض أفراد أجهزة الأمن، التعذيب الذي يحصل، منظمة Human Rights Watch تحدثت عن حالات تعذيب موجودة في تونس، كيف تقيم أنت الوضع التونسي الآن فيما يتعلق بالتعذيب؟
يعني نحن كمنظمة تونسية لمناهضة التعذيب نصدر تقرير شهري وهو منشور للعموم، ويتعرض هذا التقرير شهريا إلى الانتهاكات التي تحصل وحالات التعذيب التي تحصل سواء في مراكز الشرطة أو في السجون. وللأسف هذه الظاهرة ما زالت متواصلة، والأشخاص يتم إساءة معاملتهم وتعذيبهم في مراكز الأمن، وأحيانا يعني بصفة وحشية. وهناك أيضا تواصل لظاهرة الإفلات من العقاب، هناك بطء كبير في النظر في الشكاوي، هناك تحسن من حيث قبول الشكاوي، وهناك أذون للبحث، ولكن هناك تعطل كبير في النظر في هذه الشكاوى. وبطبيعة الحال عندما يشعر مرتكبو الانتهاكات أنهم لا يحاسبون، فهذا يفتح الباب للتمادي في مثل هذه الممارسات. نحن بلد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ سنة 1988، وصدقنا على البروتوكول التكميلي للاتفاقية، ونحن أول بلد عربي أصدر قانونا بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي آلية تزور السجون ومراكز الشرطة بصفة فجائية للاطلاع على حالات الأشخاص الموقوفين وتسجيل حالات التعذيب ورفع الشكاوي بشأنها إلى القضاء. ننتظر أن يتم يعني الإعلان عن تركيب هذه اللجنة في أقرب وقت. الهيئة العليا لحقوق الإنسان معطلة ولها الحق في زيارة السجون ومراكز الأمن بصفة فجائية كذلك. المجتمع المدني يحاول أن يقوم بأدوار مثل الرابطة، مثل الهيئة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ولكن يعني المعركة متواصلة ضد التعذيب، ونحن متفائلون لأنه نحس فما إرادة سياسية على الأقل أنه التعذيب يجب أن ينتهي. نحن في تونس يعني ما ناش نتحدث على ممارسة يتم تغطيتها سياسيا، ولكن أجهزة الدولة إلى اليوم ما زالت معطلة، وهي تحتاج إلى إصلاحات جوهرية وإلى إرادة قوية من جميع الأطراف، إرادة سياسية، قضائية، تشريعية، مدنية، نعم، لوضع حد لهذه الآفة التي تنخر الدول وتنخر المجتمعات. لأن التعذيب كما يضعف الدولة ويمس من هيبتها ويضعف المصداقية فيها، فهو أيضا يلحق أضرار جسيمة بالأفراد وبالعائلات وبالمجتمع. ويعني كل دولة تحترم نفسها يجب أن تتصدى لهذه الآفة. طيب سيد مندر، يعني عندما يتم الحديث عن حالات التعذيب وتناولها يعني من بعض الناشطين منكم كمؤسسات يعني مناهضة للتعذيب، يتم توجيه الاتهامات لهؤلاء بأنهم يعني يعطلون العمل، يعطلون مكافحة الإرهاب، ربما يساعد هذا في يعني يصب في صالح الإرهابيين. كيف يعني كيف تؤثر عليكم مثل هذه التناولات؟ يعني نحن نسمع هذا الخطاب في بعض وسائل الإعلام ومن طرف بعض الأشخاص وبعض النقابات الأمنية وليس كلها، ونعتقد أن هذا الخطاب يريد أن يبرر التعذيب ويريد أن يعيد القبضة الحديدية، ولكن أعتقد أنه مسعى فاشل، لأنه نحن نعتقد أن التعذيب أولا هو ممنوع في كل الحالات بمن فيهم حتى الأشخاص الموقوفين في جرائم إرهابية، فالقانون يمنع تعذيبهم والقانون لا يستثني هذه الحالات. ونعتقد أن احترام الحريات واحترام حقوق الإنسان هو من الأسلحة التي نتصدى بها للإرهاب، لأن الإرهاب يعني ينشر الممارسات البشعة والمقرفة والمنافية لحقوق الإنسان. وبالعكس الدولة يجب أن تعطي صورة الهيئات المحترمة للقوانين، المحترمة للحرمة الجسدية للبشر، المحترمة للمؤسسات. يعني عندما نعذب فنحن نسقط في فخ الإرهابيين الذين يريدون أن ينشروا التوحش وينشروا يعني العنف، ويريدوا أن يصبح العنف ثقافة نتعايش معه، وهذا بطبيعة الحال مرفوض. يعني فالدولة هي نقيض الإرهاب ونقيض العنف، الدولة هي جهاز لتطبيق القوانين والاحترام كرامة الإنسان ولتوفير حقوقه.
طيب ابقى معي سيد شاني. اعود اليك سيد عادل الطالبي، يعني في نفس السياق عندما يتم الحديث عن مكافحه الارهاب يتم توجيه اصابع الاتهام الى من يحاول كشف هذه الشبكات او العصابات اذا جاز التعبير. يعني بعد حادثه حافله الامن الرئاسي تم الاعتداء على 30 صحفي من اتوا الى لتغطيه هذه الحادثه. الحقوقيين ايضا ينالهم جزء من هذا الهجوم. يعني كيف يؤثر عليكم هذا في مجال عملكم؟ يعني هو يعني أصبحت عادة بعد كل عمل إرهابي أو كل حادثة يتم هرسلة الصحفيين وضربهم وشتمهم، وفي كل ودائما يعني يخرج علينا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ليعلن تشكيل لجنة تحقيق، ووصلنا اليوم إلى يعني مئات لجان تحقيق دون أي نتائج. كما يعني وهذا ظاهرة خطيرة بعد الحادثة، خاصة بعد حادث الأمن الرئاسي، يعني أصبحنا نرى أشباه المحللين والصحفيين في كل يعني على الإذاعات والتلفزيون تهاجم بشدة يعني الحقوقيين، تهاجم بشدة منظمات المجتمع المدني، كأنه يعني كأن من أخذ جائزة النوبل اليوم ليس من المجتمع المدني. المشكلة يعني نرى أن الطرح هذا طرح مغلوط، لأن الصحفي يبحث عن الحقيقة، والصحفي من حقه التواجد في هذه الأماكن ومن حقه أن تتم حمايته وليس هرسلته أو ضربه. ثانيا، لا أظن أن المجتمع المدني أو الحقوقيين في تونس يمكن يعني أن يتراجعوا على يعني مطالبهم، لأنه هدف الحقوقيين وهدف المجتمع المدني هو حماية المسار الديمقراطي في تونس، وهو وحماية الحريات وحماية كل ما يمكن يعني من الحماية من أجل يعني دعمه وعدم دار الحقبة الاستبدادية في تونس. يعني نرى أن هذا الطرح كما قلت طرح مغلوط، لأنه اليوم لا يمكن باسم مقاومة الإرهاب أن يتم التهجم على حقوق الإنسان أو هضم يعني كل شخص من حقه محاكمة عادلة. فإن أثبت يعني كان مذنبا يعني يتم يأخذ جزاءه، وإن كان بريئا يعني يمكن يعني له الحق على الأقل في محاكمة عادلة. فيعني يجب أن نطرح المسألة في هذه الزاوية. نعم. ولا أظن أن المجتمع المدني يمكن أن يتراجع إزاء مقابل يعني وجود هذه الهجمات، لكن يجب أن نسجل أن هذه الهجمات يعني تعتبر شيء خطير جدا في مسار سياسي ديمقراطي سلس يمكن أن نعيشه اليوم. طيب بالإشارة للمناخ الديمقراطي، يعني تونس تشهد أو لديها برلمان منتخب كان في انتخابات يعني شهد الجميع بنزاهتها، ما هو الدور الذي يقدمه البرلمان بالنسبة لكم كجمعيات حقوقية؟ هل يساهم في تعزيز عملكم؟ هل يساهم في دعم الجهود التي تقومون بها؟ يعني يمكن أن أطرح الأمر في زاويتين. كما قلت سأخذ مثالا واضحا، يعني أخذ مثال يعني قانون المالية 2016 التي يتم المصادقة على بعض فصوله اليوم. يعني احنا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طرحنا يعني قراءة نقدية لقانون المالية، وتم عرضه على كل الكتل النيابية، ولكن اليوم للأسف الشديد لم نرى تطبيقا لكل يعني ملاحظاتنا وأخذها بعين الاعتبار، بل بالعكس ما قمنا به سواء من طرح الإشكاليات حول قانون المصالحة الاقتصادية وقانون المالية 2016 يتم تركها جانبا، وتم على العكس التحيل بين الظفرين وطرح جانب من قانون المصالحه الاقتصاديه الذي يعني وصفناه بقانون ارجاع يعني او تبييض المال الفاسد ودمجه دمج احد فصولها وبعض فصوله في قانون الماليه 2016. السؤال الذي يطرح اليوم اننا كقوه اقتراح، المجتمع المدني اليوم موجود كقوه اقتراح، يعني احيانا ينجح في يعني في دفع الكتل البرلمانية في تغيير مواقفها او في دعم احدى مشاريع القوانين، وهذا ما حدث في يعني مشاريع القوانين التمييزية اذا المرة في مشروع القانون المعروض الان على مجلس النواب الذي يخص يعني حماية الاشخاص من التعبئة يعني. ولكن احيانا اخرى نرى ان يعني يؤخر او يعني يجعلنا نتحرك خطوه الى الوراء، لانه هدف المجتمع المدني كقوه اقتراح وقوه هو دعم الكتل البرلمانيه ودعم البرلمان من اجل ان يكون وفيا للدستور التونسي ووفيا لاطار الثوره.
شكرا جزيلا سيد علاء الطالبي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والسياسية، حدثنا من تونس. أعود إليك سيد منذر الشارني، يعني في حديث سابق للكاتبة العامة لنقابة السجون السيدة ألفة العياري ذكرت أنه لا يوجد لتعذيب ممنهج مقصود في تونس، وإنما هو سلوك فردي لبعض الأفراد، يعني لبعض الأفراد يعني، وذكرت أنه بعض الأحيان يتم التجاوز باستخدام القوة المفرطة. هل صحيح أنه هو سلوك فردي أم عبارة عن عمل ربما ممنهج برأيك؟ لا، هو نحن لا نعتقد أن التعذيب هو سلوك ممنهج في تونس، يعني هو ليس سياسة وليس قرار رسمي مثل ما كانت في السابق، هي حالات، ولكن المشكلة أنها حالات متكررة. نحن نعتقد أنه معنى التعذيب يمكن أن يحصل في بلد مثل تونس أو في أي بلد عربي آخر أو في بلد ليست فيه مؤسسات ناضجة بما يكفي، ولكن ما يقلقنا نحن هو انعدام المحاسبة، يعني البطء في النظر في قضايا التعذيب، طول الإجراءات هو ما يقلقنا. الضحايا مع الوقت ييأسون ويشعروا بأن القضاء لا ينصفهم، وهذا بطبيعة الحال يخلف مرارة يعني فردية، وأيضا يخلف السخط الاجتماعي، ويمكن أن يخلف أيضا النقمة على أجهزة الدولة. فنحن نطالب يعني إذا حصلت حالات فيجب الوقوف عندها، محاسبة مرتكبيها. نحن نطالب أيضا أن يتم أن تتولى السلطة العمومية يعني تحليل هذه الظاهرة بواسطة أخصائيين. يعني هل تم محاكمة أو محاسبة أي من هؤلاء الأفراد إلى الآن؟ يعني هو الإيجابي اليوم أنه الشكاوى تقبل وتسجل في دفتر خاص في جميع المحاكم، والمشكلة أنه أعضاء النيابة عندما يوجهون يعني الإجراءات إلى الشرطة القضائية لاتخاذ ما يلزم وإجراء الأبحاث، هنا يعني يحصل البطء. نعتقد يعني أن يعني هناك دول تداركت هذا الأمر مثل الدنمارك مثلا، وأنشأت جهاز خاص مستقل للبحث في القضايا التي يتورط فيها عناصر من الشرطة على التعذيب، ونحن نطالب في تونس بأن يتم إنشاء جهاز بحث وتحقيق مستقل يتولى النظر في هذه الشكاوى. لا يعقل أن يتم البحث في شكاوى التعذيب في نفس المراكز التي ارتكبت فيها تلك الأعمال، يعني هذا غير معقول. طيب سؤال أخير يعني سيد سؤال أخير سيد شارني، يعني فيما يتعلق باستخدام القوة، هل هناك حد معين لاستخدام القوة لكي نعرف أنه تم الإفراط في استخدام القوة أو لم تستخدم القوة يعني في اعتقال أفراد أو في السجون؟ هناك عندنا قوانين تنظم استعمال القوة واستعمال السلاح والحالات التي يستعمل فيها السلاح لحماية الأرواح أو المؤسسات، ولكن يجب مزيد ضبط هذه القوانين، يعني الأمر متروك اليوم إلى القادة الميدانيين لتقدير درجة القوة التي يجب استعمالها، وهذا يجب أن يتم تقنينه بأكثر ما يمكن. هذا يتم بالتشاور، وأعتقد أنه لابد من إصدار قوانين تكون بالتشاور مع المجتمع المدني، مع الشرطة، مع مختلف الأجهزة، حتى ننظم استعمال القوة في الفضاء العام. شكرا جزيلا سيد منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. وينضم إلي عبر الهاتف أيضا السيد مسعود الرمضاني عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. سيد رمضاني مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. سيد رمضاني، إذا فقدنا الاتصال بالسيد مسعود الرمضاني. أعزائي المشاهدين، نحن في هذه الحلقة يعني نتناول الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظل وضع إنساني وحقوقي صعب في عموم المنطقة العربية، نتحدث عن تونس، عن سوريا، عن اليمن، عن مصر، ربما أيضا حالات كثيرة من الإعدام والتعذيب أيضا في كثير من هذه الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي. السيد
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كان السيد مسعود عبد الستار بن موسى تحدث عن أن التعذيب لا يزال موجود في تونس بعد هذه السنوات التي مرت على انطلاق الثورة التونسية، وتصادف هذه الذكرى أيضا ذكرى تسلم اليوم تونس لجائزة حقوق جائزة نوبل للسلام للرباعي الذي رعى الحوار في تونس، والذي ساهم في خروج تونس من نفق كان البعض يتخوف أن تدخل فيه مثل ما حصل في مصر والانقلاب على الثورة وعلى الشرعية الانتخابية في حينه. بالانتظار العودة إلى ضيفي لمناقشة هذا الموضوع، نبقى مع فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في هذا الجزء الثاني من الحلقة. أرحب بضيفي السيد ذيلي منصر الكاتب والأستاذ الجامعي. مرحبا بك سيد منصر معنا في هذه الحلقة. يعني هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد 7 عقود على إعلانه، يعني ما الذي قدمه لهذه الشعوب العربية؟ شكرا على الاستضافة ومرحبا بالسادة المشاهدين. هو أكيد مبدأ حقوق الإنسان أو الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان هو يفتح أفق واسع وعريض، والأفق هذا يبقى نظريا فقط، لأنه بحسابات أخرى، بحسابات السياسة وبحسابات الهيمنة
والنفوذ والمصالح الحسابات أخرى، يعني المحصلة لا تسر كثيرا. نعرف أنه قضية حقوق الإنسان تم سحبها من المجال الفكري والثقافي والقيمي والأخلاقي، وأصبحت جزء من العملية السياسية. إذا مركز النفوذ الدولي يرضى على نظام يقر له ويعترف له بأنه محترم لحقوق الإنسان، وإذا أراد قلع نظام أو إسقاط نظام يحرك الإعلام في اتجاه شيطنة هذا النظام. فالمسألة وإن كانت في بداياتها مسألة أخلاقية أو قيمية أو ثقافية، تحولت، وهذا مؤسف، تحولت إلى مكاتب أصحاب النفوذ وإلى مراكز صناعة السياسة، السياسة المحلية أو الدولية. هل نحن هنا بصدد يعني استخدام مزدوج لهذا الإعلان من قوى، من قبل هذه القوى العالمية؟ أكيد، هذا ثابت منذ أيام الاتحاد السوفيتي ويتواصل إلى الآن. تعرف أنه المركز النفوذ العالمي الدولي الغربي بنى مشروعيته على قضية حقوق الإنسان، اللي هي قضية هامة يمكن أن نؤصل لها بطرق مختلفة، حتى من انطلاق من الإسلام يمكن أن ننتصر لهذه الحقوق. ولكن لا ننفي أنه في بعض المواقع والمواطن تحولت حقوق الإنسان إلى إيديولوجيا هيمنة، والإيديولوجيا هذه أتت بعد إيديولوجيا تحضر. تعرف أن الغرب الاستعماري استعمر شعوبنا وأممنا ومجتمعاتنا من منطلق الحضارة. الآن هناك هيمنة، لا أقول استعمار مباشر، ولكن هيمنة تستعمل فيها مقولات ليبرالية، ومن هذه المقولات مقولة حقوق الإنسان التي نقرها ولكننا نعترف أنه من ناحية أخرى يعبث بهذه الحقوق في اتجاهات تخدم مصلحة أهل النفوذ وأصحاب النفوذ. نعم. طيب، إذا تحدثنا عن الجدوى إذن من هذه المواثيق ومن هذه المنظمات، إذا كانت تستخدم بحسب رغبة دول معينة أو منظمات معينة، إذن ما جدوى انضمام الدول العربية مثلا لهذه المنظمات إذا كانت ستستخدم ضدها بحسب رغبة البعض؟ هي مبادئ حقوق الإنسان والإعلان الدولي عن حقوق الإنسان إذا كان يستعمل استعمالات باطلة، فهذا لا يعني أنه كل المسألة باطل، يعني لا. أعتقد أنه هناك مجال للعمل داخل هذه المؤسسات، وهناك مجال لفرض الرأي، وهناك مجال لتوظيف بعض المواقع. أكيد المسألة تتطلب كثير من الوقت وتتطلب كثير من الاعتمادات وكثير من المجهود، ولكن سياسة الكرسي الفارغ أنه نترك لهم المجال هذه قد لا تنفع كثيرا. إلى جانب أنه في إمكانية أننا نبني كعرب منظومتنا الخاصة بنا في قضية حقوق الإنسان. الأسماء اللامعة الآن في القضية الحقوقية الدولية والعالمية، هذه الأسماء تم تكوينها وتم تمويلها بما جعلها بعد عشرات السنين ناطق رسمي باسم حقوق الإنسان. يمكن للعرب، يمكن للمسلمين، يمكن للأفارقة، يمكن للشعوب المغلوبة عن أمرها بعض الشيء أو المستضعفة، يمكن أن تطور شبكتها الحقوقية، ويمكن أن تأخذ لها مكان، لا أقول في هذا السوق وإنما في هذا الشعار وفي هذا يعني الحقل القيمي والأخلاقي والفكري والثقافي. نعم. طيب، إذا أخذنا تونس يعني بعين الاعتبار، يعني المرجعية في تونس يعني هل هي لهذه القوانين العالمية، قوانين حقوق الإنسان في الدستور التونسي، أم هي مرجعية عربية إسلامية مثل ما أشرت؟ يعني هو في تونس نحن نحاول أن نبين أنه يمكن أن نجتمع حول القيم، وقدرنا أن نجتمع حول القيم، ولا بأس من التأصيل لهذه القيم، كل بمقولاته أو كل بمصطلحاته وكل بمدرسته. يعني إذا الإسلامي يقول في تونس أنا أنتصر لحقوق الإنسان،
انطلاقا من القرآن ومن السنة المحمدية. نعم. فلا مشكل إذا فعلا يصل بنا إلى حقوق الإنسان، فنشهد له بأنه فعلا حقوقي. وإذا العلماني مثلا أو الحداثي رأى أن يصل بنا إلى نفس المكان أو المحطة ولكن انطلاقا من مقولات أخرى، فلا عيب في ذلك. يعني المشكل أو الفائدة ليست من أين تأتي، من أين تأتي، ولكن إلى أين تذهب بي. لك أن تختار المصطلحات والمفاهيم والتأصيل، بشرط أن نصل جميعا إلى نفس النقطة. وقضية حقوق الإنسان مش قضية نظرية. أنت الآن لما تزور مجتمع أنت تحكم مباشرة من دون وسط النظريات والتهويمات النظرية والمجردات، من دون هذه الواسطة تقول أنه في هذا المجتمع هناك قدر محترم لا يستهان به من حقوق الإنسان. فحقوق الإنسان في نهاية المطاف هي مسألة عملية وليست نظرية. طيب ابقى معي سيد منصر، سأعود إليك في الجانب العملي. دعني أشرك سيد حسن رضواني النائب السابق في البرلمان التونسي. سيد رضواني مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. يعني أنت كعضو برلمان سابق، قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تمريره عبر البرلمان، البعض يتحدث عن وجود ثغرات أساسية في هذا القانون، كون القانون جاء يعني فضفاضا، لم يعرف الإرهاب بشكل جيد، لم يعرف الإرهابي من هو الإرهابي بالتحديد، واستخدم أو يستخدم في قمع ربما المظاهرات السلمية. يعني كيف تنظر أنت إلى هذا القانون؟ يعني عسلامك البكري، أهلا وسهلا. قانون الإرهاب نحب نذكرك اللي هو المجلس الوطني التأسيسي اللي سبق البرلمان صادق على 130 فصل، أنا بدأ من وقت المجلس الوطني التأسيسي بعد وعيدة بيغته. نعم. قانون الإرهاب ربما البعض يقول فيه ثغرات، لكن والبعض يقول ما عرفش الإرهاب. أنا نقول لك عرف الإرهاب، لأنه عرف الإرهابي أنه كل شخص أو مجموعة تسعى إلى تقويض الدولة. معناها ثم نسبين موقع تعريفه. تبقى المعادلة الصعبة في تونس سي البكري هي هل أن مقاومة الإرهاب معناها ننجزها بمعادلة مع المحافظة على حقوق الإنسان. هذه المعادلة الكبرى اللي تونس يجب توفرها. بطبيعة الحال مقاومة الإرهاب معناها لابد يقع تجاوزات من هنا ومن هناك، لكن ما متصورش كان ثم سياسة ممنهجة هي تجاوزات فردية. طيب هذه التجاوزات سيد رضواني ألا تستدعي المحاسبة؟ ألا تستدعي التحقيق قبل المحاسبة ومعرفة من الذي تجاوز، لماذا تجاوز، كيف تم هذا التجاوز، لكي يتم تجنب هذه التجاوزات في المستقبل؟ يعني بكل صدق في البكري في الآونة الحالية حاليا المزاج العام للأمن الوطني والشعب في مقاومة الإرهاب لا يسمح بمحاسبة من يتجاوز في الوقت الحاضر، لكن هذا لا يمنع كونه معناها العملية باش تتأثر شيئا فشيئا. وعلى كل حال تونس كلهم والمجتمع السياسي ألا يساهم ذلك في ضياع حقوق الناس، ضياع حقوق من تم الاعتداء عليهم؟ ألا يساهم ذلك في الاحتقان الشعبي؟ من تصورش في البكري، لأن ثم هناك أصوات معناها ومحامين قاعدين يدافعوا على القضايا هذه بكل شراسة. صحيح ارتفعت أصوات كونها تحب تبرر معناها انتهاكات حقوق الإنسان في ظل مقاومة الإرهاب وكونه ما تمش حقوق الإنسان، لكن الأصوات هذه تبقى على كل حال نشاز وما هيش القاعدة بل هي الاستثناء. والمجتمع السياسي في تونس أراه محصن ضد التجاوزات، لأنه المجتمع المدني رغم الضربات اللي تلقاها في الوقت بن علي، المجتمع المدني كان أقوى مجتمع مدني في العالم العربي، والدليل على ذلك المسار الديمقراطي اللي أنجز في تونس، وهو الدليل يعطيه العالم معناها بإسناد جائزة نوبل للسلام للرباعي الحوار اللي هم يمثلوا 90% من المجتمع المدني. نعم.
طيب شكرا جزيلا سيد حسن رضواني النائب السابق في المجلس التأسيسي. أعود إليك سيد هذيلي منصر كاتب والأستاذ الجامعي، كنت تتحدث عن الجانب النظري والعملي أيضا من تطبيق حقوق الإنسان، يعني الملاحظ أو المشاهد لحال دولنا العربية يعني يرى على الخلفية الثقافية الموجودة التي ذكرتها الخلفية الإسلامية، لكن الجانب العملي تطبيق هذه الحقوق غير موجود، يعني كيف نفسر ذلك؟ لأنه ببساطة المكون القيمي المعنوي الروحي في ثقافتنا العربية الإسلامية ضمر عبر القرون والعقود لصالح المكون السلطاني أو المكون السياسي. أنا أتعجب لما أقرأ في القرآن وأفهم أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعل له بعض القداسة لأنه فيه من روحه تعالى، وكيف انطلاقا من هذه المقولة العظيمة كيف لا ننجح في بناء يعني ثقافة حقوقية، ثقافة تكرم الإنسان. تاريخنا وهذا مؤسف، تاريخنا نظريا عنده يعني مكونات وعنده إمكانيات لبناء القوة، ولكن تاريخنا هذا مكبل بالتجربة السياسية، والتجربة السياسية اللي حكمت وسيطر عليها الاستبداد. يعني شتان بين الأصول الروحية والمعنوية والمفهومية للمسلمين وبين تجربتهم التاريخية وتجربتهم السياسية. المشكل دخل إلينا من هذا الباب، وكل العمل الآن من أجل إعادة الاعتبار لروحية الإسلام، لمعنوية الإنسان للإسلام، ولتكريم هذا الإسلام للإنسان. طيب سيد منصر، يعني البعض يقول لماذا يتم دائما الحديث عن الدول العربية وتجاوزاتها في حقوق بالنسبة لحقوق الحقوق والحريات حقوق الإنسان، في حين أن الدول الأوروبية إذا أخذنا مثال حادثة تفجيرات باريس التي حدثت منذ أسابيع قليلة، فرنسا أعلنت حالة الطوارئ وتم خلالها يعني بحسب مراقبين التعدي على حقوق كثير من الناس، اعتقالات من المنازل. إذن هذه الدول أيضا يوجد بها يعني إخلال بهذا الجانب، ليس فقط في منطقتنا العربية. يعني الإخلال بالنسبة للبلدان الأوروبية، الإخلال بحقوق الإنسان يأتي ساعة الأزمة، ساعة الأزمة الاقتصادية والمالية. تعرف أخي الكريم أنه عشية الحرب العالمية الثانية لما كانت هناك أزمات اقتصادية سيطرت على الأوروبيين النزعات الفاشية والنزعات النازية. الأمر عندنا يختلف لأنه الأمر عندنا ثقافي أكثر. ما يمنع تكريس مقولة حقوق الإنسان هو البعد الثقافي، المسألة الثقافية التي تعرضت لكثير من يعني التهديم. عند الأوروبيين ما عندهمش مشكلة في المسألة الثقافية أو الفكرية أو القيمية، عندهم مشكلة في وضعهم المجتمعي وسلطان المال أو سلطة المال. إذا يكون فيه مال يكون ازدهار، تكون ثم رفاهية، هناك رأس مالية تفسح المجال للتعابير وللحريات وللحماية الاجتماعية. وإذا تكون أزمة وركود اقتصادي فإنه يكون ثم نكوص وثم يعني تحرك للمجتمع في اتجاه شيء من ظلم الناس. وليس مستبعدا في كل الحالات أن الإرهاب في كله أو في جزء يكون عملية التفاف داخل المجتمعات الأوروبية، التفاف على الهزات الاجتماعية والاحتياجات الاجتماعية، وجعل الناس عبر الإرهاب يعيشون تجربة الخوف. والإنسان لما يمر بتجربة الخوف تنقلب أولوياته ويولي يفرط في كثير من الحقوق. فننتبه مليح، البعض يعتبر أن الإرهاب له أجنداته الخاصة وله منطقه الخاص، لكن أنا من الذين يعتبرون أن وراء لعبة الإرهاب هناك عقل يعني خبيث يريد أن يغير البيئة الإنسانية برمتها، ويريد أن يجعل الناس في كل القارات تقريبا
يعيشون تجربة الخوف في أقصى حدودها من أجل فرض حكم هيمني، حكم لا يقر بالحقوق. طيب سيد منصر، يعني سؤال أخير يعني باختصار لو سمحت، يعني نصف دقيقة، يعني في تونس الآن في ظل هذه الظروف التي تعيشها تونس، يعني هل تتخوف أن تونس ترجع إلى ما قبل الثورة، إلى عهد بن علي بالنسبة لحقوق الإنسان؟ نتمنى أن لا يكون ذلك، ولكن لا بأس أن يعترف الإنسان من دون أن يكون متفائل كثيرا أن الوضع التونسي وضع هش، والهشاشة تفتح على كثير من الاحتمالات، بعضها سيء وبعضها إيجابي، ولكن بعد ثقة في الله سبحانه وتعالى هناك ثقة أيضا في وعي التونسيين وفي مدنية التونسيين وفي انتصارهم للقيم وللأخلاق اللي منها حقوق الإنسان. شكرا جزيلا سيد هذيلي منصر الكاتب والأستاذ الجامعي. أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن متابعتكم، نلقاكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.